على هامش اللقاءات اللي كتقوم بها العرائش أنفو في ركن وجه في دائرة الضوء. نسلط الضوء ونستضيف اليوم السيد عبد الرحيم مسمينة رئيس جمعية التحرير بالعرائش. مرحبا بك سيد عبد الرحيم. شنو يمكن تقول لنا على هذه الجمعية التحرير اللي تم تجديد الثقة فيكم السنة هذه؟ يعني انتخبتم رئيس هذه الجمعية، تكلمنا شوية على الجمعية وعلى الأهداف ديال هذه الجمعية. فعلا لقد تم تجديد مكتب الجمعية التحرير بالضبط يوم 6/5/2015، وقد تم انتخابي كرئيس لهذه الجمعية، وتم الحضور من طرف جميع فعالية المجتمع، وكذلك كان بحضور هذه المجموعة ديال رؤساء الجمعيات اللي بطبيعة الحال منتمين للجبهة، وهذا كان تشريف لنا بطبيعة الحال، وقد تمت المصادقة يعني بالإجماع وبدون أي اعتراض، وكان توافق. يعني كان لك تكلمنا دابا شوية على الجمعية كي كانت كتشتغل وكتشتغل دابا. الجمعية يعني كانت عندها واحد مجموعة من الأهداف اللي تأسست من على أساس على الضوء ديالها، وهذه الأهداف هي كانت أهداف اجتماعية وكانت أهداف رياضية وأهداف ثقافية، وفعلا كان تم يعني عقد واحد مجموعة من الدورات التكوينية، كذلك الجامعة واحد عقد مجموعة أيام دراسية منها ثقافية منها يعني رياضية، وكانت نالت استحسان ديال الساكنة وخلقت. كنت قلنا شمال بلاصه كاينه الجمعيه الساكنه هاد الجامعه؟ هاد الجمعيه من طبيعه الحال ما عندهاش يعني شي خريطه جغرافيه محدده، بل هي يعني جمعيه شامله لجميع المدينه، وحيت كتوفر في داخل المكتب ديالها يعني اعضاء يعني في جميع يمثلون جميع مجموعه من الاحياء ديال المدينه، والعمل ديالها ما غير مقتصر على حي معين بل مقتصر. انتخبتم مؤخرا رئيسا للجمعيه، شنو كطمح دير لهذه الجمعيه مثلا؟ شنو الانشطه ولا اللي يمكن تقدموها مستقبلا؟ بالفعل الطموح ديالنا يعني طموح كجميع الطموح ديال الفاعلين الجمعويين، كنتمنوا السير قدما على ما خلاو الاخوان ديالنا، وطبيعة الحال تطوير شيئا ما العمل، لان العمل كيتطور شيئا فشيئا، وخاصة نظرا للدور اللي ولات كتلعبو المجتمع المدني، لان اصبح المجتمع المدني يعني قوة تشاركية، يعني قوة فاعلة، وبالتالي يعني حتى العمل سيتطور ان شاء الله. ان شاء الله. اذا شي كلمه اخيره اللي يمكن توجهها للجمعويين والاطارات الجمعويه، شنو يمكن تقول لهم هذا الصباح الجميل؟ نعم، عندي نداء يعني لجميع الجمعويين، يعني تكون عندهم غيره على المدينه ديالهم، يعني العمل فيكون عمل منسق، عمل جمعوي بالدرجه الاولى، يعني حتى الطريقه يعني خصها تكون طريقه كما نقول تشاركيه، ليست طريقه يعني فرضه كما كانت من قبل. وحنا اللي كنطمحوا له وعندنا واحد الهدف معين، هو العمل يعني يكون عمل يعني افقي يعني عمودي، وخاصه تحت يعني تسيير ديال الجمعيه ديال الجبهه، وهذه الجبهه يعني اللي غادي تعمل على يعني تنسيق بين الجمعيات والعمل بطريقه جماعيه. شكرا سي عبد الرحيم سمينة رئيس جمعيه التحرير بالعرائش، بارك الله عليكم. شكرا.